بديت صور بديت اصبر اصبر خلاص اصبر شوف راح نضربك بوحده وبراك يا محيمك حاجه وحده اخرى شوف واحد مسوس سيروجي زي الفليتش انا طول زي الفليتش فوالا زعما شو غادي واحد يكون حطا شي لبسه حلو شو غادي خليني نركب شو فاش زايد هاك شو فاش فليتش ما قبلش شك في نهار مقبل رمضان يا ودي زايد في العيد انا ملي نقلب بالضحك يا معلمي الكوميديا تاعي واش العلاقه بين العيد وشغل اللبسه وحطها ايه صح شو هاك شغل هاد شي حوايج جداد هكذا شغل ناكلو الحلوه وشغل حلوه شغل حلوه حلوه يا معلمي تقتل بالجياحه تعي ابدا ما جبتهمش اوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيلعب قبل رمضان فيديو اللي حصلت به هكذا باش تحرك صرا بيناتنا. السؤال اللي جبت لكم اليوم اللي هو العيد الصغير في الجزائر وما نقولوش عليكم ديي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 ي
وضوح شرحنا وضوح تينا بذوق البرتقال بكري اهلا جاري صح عيدك الله يسلمك وتسلم جاري زيد جاري والله غنى بس تقدم على جاري تفضل اليوم صح اخو الله يسلمك تزاد يا اخو غير ما كلا مسبك شحال تحبوا تسلموا بكري جاري اسمح لي في رمضان الله غنجيبها بينات الشيطان برك معليش خويا اسمح رانا خاوه الله يسلمك خويا عليه هذه شوف نردك على اتيت عند عمي موح هيا السلام عليكم خويا وليدو اليوم يا اخو وين جوز عند الجار هذاك نغفلوا له بالك يفهمها بلي رمينا له الماء ولا كيفاه يا اخو تقعد انا نروح عند هذاك ديجا في الدار معه من الاول انا ما نروحش دارت معه في رمضان حبيبي شكون اذا حبت تروح نروح انا ثاني ما لا مره جيزون حبيبي انا قاعدين لهنا بكري لا جاري صحه جاري وش راك جاري لاباس شويه شويه انا واش كاين يا جاري غير الخير يا جاري اكثر في هذا الوقت المعيشه غلات والدراري والله ما عيدوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لاباس الحمد لله بركاين حاجه حاب نقول لكم عليها يا وجارنا محمد لقيتو بين مسكين قال لك المعيشه وتنام ما عيطش والله معي واش رايكم اكيد راكم ديروا مبادره صغيره هكذا كل واحد فينا يدي حاجه بغا يصب ندير انا ندي عشاء تدي له حوايج وتضرها واش شغلتو فيها كاين ان شاء الله ان شاء الله خلاص غدوا ان شاء الله تجيبوا لي الفايس وندير لهم ان شاء الله يا شيخ خونا هذا اليوم يا اخو عاد ما قصدك في حاجه اخو سلف لي طروا الصومي راني طايح ما عنديش مين باش ندير الدار والله غير اسمح لي يا اخو ماما انا الثاني والله رمضان ما خلا فيها والو والله ما عندي يا اخو الهموم جلس يد في خليني نركب القافيه احنا غير في الزيت في كيما العافيه الو وي ها لا غير صافي تبارك 50 مليون غدا وتكون عندي ماشي خساره صح ما عندك شا بكري كيفاه يا جاري مال هذا العام جوز العيد مليح والله غير الحمد لله الحمد لله يا ربي نعمه من عند ربي انا بايدي ما عطيناش الطاقه انا كنت حاع ما يدينا فوالا خوتي مسجل مجانا مجانا طلبها في فيسبوك واش راك دير واش راك دير شغل واش راني ندير شغل تختار شغل حاب نبدل السير شغل حاب شغل راك شغل رابي ولا نبرح ولا ندير ولا شي خليني نركب القافيه حرش ميكروفون زيت لي لقينا العافيه حطوا الله يسرك حطوا بدا الفيديو كمل كمل اوكي خلاص ما تنساوش ديرونا جافو على فيسبوك رمزي مودست اي ابوني فلاش يوتيوب هنا كي اللي كيرحم فيما كيف باطل كليكي الى جا واذا درت لي جيم فوق ولا تحط لي كومنتير علاش ومادا بكم لي كريتيك تاعكم بزاف يفيدوني الفيديو دي اكتبوا لي في لي كومنتير ومرسي لي كيف خدمت معاك فاش العيد يخدموا معايا دابا اللي تاع العيد اي فرد ديدي فاصلي هون ثاني
وصح هاي فيهم كاع كاع شكون كاع بصح صح هاي فيهم كاع اللي صاجرين كاع الدول العربيه صح الجزء اللي فيهم بصح ولا لا نتلاقى في بروشين فيديو ان شاء الله سلام نسيت حاجه نسيت حاجه ابوني ابوني كي قلت لهم ابوني سيبو قلتها خلاص قلتها من قبل حبيت نشوف كيف انا مشي ابوني بلاش اهلا اهلا جاري صحه وصحه الله يسلمك انت زاد زيد جوج داكني يا الله يسلمك طول عمرك انت صحه عيدك انت صحه جاري صحه عيدك